السلام عليكم. وعليكم السلام. حسبي عاود لينا المشاكل اللي عندكم هنا في المارسي وكتسكاو من البيان والتجارين برا الفكره اللي كتباعها برا. المشكل ديال المرشي راه هو المرشي براسه كيهضر دابا. راه السلعه كلشي كيخمز هنايا. ها البصله ها التشينه كلشي كيخمزنا هنايا. وسيرتو غدا الخميس غدا الجمعه اليوم محلوع غدا يتبلعوا السلعه كلشي موجوده هانت. البنان التفاح الخير موجود وغدا دابا فين غنديروا هاد السلعه غدا يتبلع المرشي هنا يتبلع على برا غادي يبيعوا السلعه الجديده. غدا الجمعه غادي تحل المرشي اللي على برا وهنا غادي يتبلع وفين غنديروا هاد السلعه دابا حنايا نهار السبت هي لان في الكسوه 70 60 الا جبرنا دابا غير 40 دور 30 دور نبيعوه الشهري والو ها انت المرشد اللي راه المرشد كيهضر على راسو بلا ما نقولوا حنايا بلا ما نهضروا حنايا نزيدوا البصله كتخمس وراه مخير هنا عنده 4 5 مليون ديال السلعه كيف راه ما نعرف كيفاش هذا الدار صبروا هنا مع هذا المرشي هذا. هاد السلعه باش ضاعت هنا والمرشي هو ما هو السبب؟ السبب كتمشي السلعه على برا. كيف رقوها على برا؟ راه عندنا 80% راه كاين اللي كتشوف هنايا غير 20% ولا ما وصل دابا من الفوق ما غاديش توصل ل 20% غادية هي كتزيد السيبة على برا كيجيبوا لنا هنايا حدا المرشي ولا فين ما كيبيعوا وعندنا نهار الحد الاخر الزوتية عندنا تاويما عندنا بزاف ديال المسائل راه 80% راه كاينه في المرشي وهنا الخضارة والفلاحة راه غير كيتكرفسوا كيخسروا الفلوس كيقولوا ما ربانا وحنا عيينا بالشكاية عيينا بالشكاية خصنا السلطة والمسلمين بحال هاد البصلة هادي شحال دوزت وانا راه والو كاع شي 10 شي اكثر من 15 يوم ها هي راه كتنبد دابا كتنبد لنا دابا والبصلة غالية فاهم والقرعة ها هي اكثر من شهرين هادي اللي كتشوف فيها اكثر من شهرين وهي هنا كل يوم او ثلاث ايام كنتريها كيرميو خمسه سته سبعه د الحبات والقرن ها هو والفلفل كل شيء كيترمى هنا الشاري والو راه المرشد اللي كيهضر على راسو بلا ما على ما هو على بلا ما نهضرو حنايا ها انت كتشوف كل شيء الشاري ما كاين لا شاري لا والو وبدا كاين المارشاوات يتحل المارشا حنا نبلعو المارشاوات ديال برا غادي يتحلو ما كان غير سرجي 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 وهنا والو حنا كنشوفوا بعد التجار في بعض الشوارع في مدينه الناظور الخضره عندهم موجوده والثمن عندهم مناسب علاش انتم عندكم الغلا وهما عندهم ما عندنا بو الغلا حنايا هذاك غير اخر هذا ما كاين لو كانوا دخلوا بيت المرشي هنايا هنا في المرشي كيوقع واش كيوقع المنافسه واخا متنا البطاطا شحال دارت اليوم هنا؟ هنا 7 دور وتا 4 دراهم 7 دور و 4 دراهم واه وشحال غادي يبيعها هو على اللي يبيعها ب 5 دراهم ولا 550 البارح لقيتها فاش وما ب 4 دراهم البطاطا اي بالسفرة كبيرة اي 4 دراهم راه كدير كومسيو وفا ترقع هذوك اللي كيبيعوا بداك الثمن كيخونوا الاخر كيخونوا الكومسيو كيديو لي كيخونوني انا كيخونوا الصندوق ديال الجبايات الجوايات راه كتمشي لواحد الميزانيه كبيره على دوك السيبان اللي كاين ديال الغرب. كما راكم انتم التجار قدمتوا شي شكايه ماشي غير وحده ولا جوج ولا ثلاث قدمنا الشكايه للرئيس المجلس البلدي الباشاويه والعابي وباقي عاد الان ما والو ما داروا معنا حتى شي حاجه دابا راه هادو كلشي بغاو يمشيو على برا الخضار راه عياو بغاو يخرجوا من المرشي يبلعوا المرشي الخضار راه بغاو كلشي يمشي على برا يخرجوا على برا حقا الشافي الله يحسن عاون بنادم التيزه واخا غنديروا واحد الزوله نشوفوا واش كاين شي واحد اخر غادي يعطينا شي موجود راه كاين بحال الاخر المواطن يقول له لا راه كاين الكومسيون الا دخل المرشي ديال برا هنا من المسؤولين هاد المسؤولين هادو اللي مكلفين على هاد القطاع هذا واش ما تتفكروش بلا 80% ديال الخضره كتباع على برا و20% هنا اذا هاد ال 20% اللي كتدخل هنايا هاد ال 20% اللي كتدخل هنا الدوله اللي كتمشي للمال العام
واش 80% اللي كتمشي برا على برا فينا هي؟ خصنا نعرفوا هاد المسؤولين هادو اللي مكلفين على هاد القطاع هذا هما اللي يشوفوا لنا هاد الحل هذا. 80% كتباع على برا، هنا نديرو كتدخل مليار الدولة هنا تدخل مليار، إذا على برا كتباع 8 ديال المليار على برا، يعني كتمشي خارجة على 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 التغطية. المسؤولين علاش ما يوقفوش على هاد الشيء؟ علاش ما توقفوش على مال العام؟ علاش؟ باش غيتصلح هاد الناظور إلا ما كانش هاد الشيء، باش غيتصلح؟ باش غيتصلح؟ أنا بغيت غير باش يتصلح، إلا كان هنايا كاين والو، على برا والو، قطع واحد آخر والو، باش غيتصلح هاد الناظور؟ هاد الناظور غيبقى ديما مخرب. علاش مدن وحدين أخرين؟ علاش؟ المسؤولين حنا تنتشكاو من المسؤولين ديال هاد القطاع هذا. ما تنتشكاو حتى شي واحد، المسؤولين اللي مكلفين على هاد القطاع هما اللي تنتشكاو منهم. بهم كنتشكاو، هما اللي وقفوا على هاد الشيء، هما اللي حاربوا هاد الشيء ديال برا الماشين وار ولا هادي، هما اللي حاربوه. شكون اللي غيحاربوا؟ نحاربوا انا؟ هما اللي عندهم السلطة، السلطة إلا بغات تدير شي حاجة غديرها، في 24 ساعة ما يبقى حتى واحد، ولكن إلا ما بغاتش راه ما بغاتش، يعني السلطة هي اللي مسؤولة. السلام عليكم. شكرا. كاين على حساب كيقول لك لا راه الجبايات وهذه نقصوا على المواطن ونقصوا هذيك الا دخل المرشي كل شيء هذوك اللي حنايا عند المرشي كل شيء الخضاره كيكونوا هنا كتكون المنافسه باش يدي هذاك جوج دراهم على برا هنا يجي يدي غير جوج دريال علاش؟ هنا يجي يضرب خمسه سته سبعه طن الا ضرب خمسه سته سبعه طن عنده الربح عند المنافس واحد كيتي على واحد علاش باش نبيع انايا باش نبيع بالكثره وندير شويه ديال ماشي نبيع 10 سناق ندي فيها 3 دراهم بحال هذوك اللي كيفرقوا على برا شحال كيدوا من الاخر راه كيدوا 2 دراهم 3 دراهم 4 دراهم في الكيلو اللي كيدوا علاش كيمشي عند مول الحانوت كيحط 2 سناق كيمشي عند واحد كيحط 3 سناق هنا لا كاينه هنا لو كانوا يتجمعوا هنايا عندهم الربح وعندهم الرخاء ياكل رخاء المواطن علاش كاينه المنافسه واحد كيتيح على واحد إلا بعت أنايا خمسة طن كندير 50 أفريك لي جوج دريال فهمتي ولا لا؟ إلا بعت قنطار ندي فيه 40 50 أفريك المشكل فين راه؟ إذا أنتم الماشي هنا كتشكاو من الناس اللي كيشريو الخضرة على برا أييه مالي الحوانات والبيع المتزوين هذاك الشيء اللي كاين كيديروا واه هكا واه
لا 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 لا